سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش، 80 حولا لا أبالك يسأمي. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش، 80 حولا لا أبالك يسأمي. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوضع بمنسمي. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفر، ومن لا يتق الشتم يشتمي. ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله، على قومه يستغنى عنه ويذممي. ومن يوفي لا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجمي. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. ومن يصنع المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. ومن يغترر يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. زهير ابن أبي سلمى.